تعب إنسانية دفاقة وبعطف كثير على الناس. قرأ المتوسط بدرجة كبيرة جدا مع الناس، هاشم باشا، يعني فعلا كأنك أنك تعطيه الذي أنت سائله. بحب الشعر، بحب الأدب، بحب القرآن، كان يعني بتلو القرآن يوميا. وهو أيضا ناقد من رواد حركة التجديد. في صباح من صباحات الدوام الجميلة ولد محمد أحمد المحجوب في 17 مايو 1900، ونشأ في كنف خاله محمد عبد الحليم، وكان جده لأمه عبد الحليم مساعد يمثل الساعد الأيمن للأمير عبد الرحمن النجومي أحد أبرز قادة المهدية، وقد استشهدا معا في معركة توشكي. قال المحجوب في مذكراته: ولدت في عائلة لم تعرف مرارة الاستياء من الحكم الأجنبي فحسب، بل حاربت الغزاة فعلا. كثيرا ما قامت النساء بدور مع الرجال في حملات المهدي. أصابت أمي دمغة جسدية من جراء هذه المشاركة دامت طوال حياتها، فقد حضرت جدتي لأمي إحدى المعارك مع جدي، وكان قائدا في جيش المهدي، وهي تحمل على ذراعها ابنة لها في الثانية من عمرها. نعست الطفلة التي قدر أن تصبح أمي، نامت على كتف أمها وإذا برصاصة تكشط كتف الأم وتقطع نصف أذن الطفلة، ولو أن الرصاصة كانت على نصف بوصة لما كنتم تقرؤون هذا الكتاب اليوم. في هذا البيت ذي المجاهدات نشأ المحجوب، وحينما ولد في العام 1900 لم يكن عهد المهدية جزءا من تاريخ قديم، بل جزءا من تاريخ حديث. فكان المحجوب يسمع وهو طفل صغير قصص بطولات المهدية، وخاصة قصص جده الأمير عبد الحليم مساعد الذي نجا من معركة كرري. دخل المحجوب الخلوة فالكتاب، ثم انتقل للدراسة في مدرسة أم درمان الوسطى، وأكمل تعليمه بكلية غردون التي تخرج منها مهندسا سنة 1929. وطوال سنين دراسته هذه لم ينقطع عن قريته، وكان يفلح الأرض حتى لا يسخر منه أقرانه الريفيون، كما ذكر في كتابه موت دنيا. معظم يعني قاعد في الديوم 6-7 سنين، لكن ما بخلي أهله، كان بيمشي كل سنة. وبعدين كان عندهم أراضي زراعية في الديوم، كان بيمشي بيزرع كل سنة لما دخل السنة والابتدائي، بيمشي مع أمه. بعدين حبوبته بهجة كانت بتزرع في الأرض حقتها هناك في الديوم، حتى في خطبة من خطبه تحت البرلمان، فقال لي ناس الديوم يعني أنا ما غريب منكم، أنا كافحت واشتغلت وزرعت عشان أتعلم. بعد تخرجه التحق المحجوب بمصلحة الأشغال مهندساً براتب قدره 13 جنيهاً، وذلك بمدينة الخرطوم. ترقى في العمل الهندسي حتى صار مهندس بلدية الخرطوم، وكان يركب الموتر ذا الصندوق كده يشيل فيه أشياء. ربما ابنه الأكبر المرحوم سامي محجوب يودي المدرسة ويمشي مكتبه بهذا الموتر. ثم فتحت كلية القانون، لم تكن موجودة حينما دخل هو الكلية يعني،
فدخلا يعني كما يسمى اليوم ماتيوري ستودنت. لكن الهندسة لم تحقق له ذاته وما يطمح إليه، فتطلعت نفسه للدراسات الإنسانية، فعاد لمقاعد الدراسة ملتحقاً بدراسة القانون في كلية غردون، وذلك في العام 1938. ومنها تخرج المحجوب ورفاقه، وكانوا أول دفعة من السودانيين الذين يدرسون هذا التخصص. هو من أول دفعة التحقت بكلية الحقوق في ما يسمى في ذلك الوقت بالمدارس العليا، ثم صارت كلية الخرطوم الجامعية، ثم صارت جامعة الخرطوم. كانت الدفعة الأولى على ما أذكر مكونة من الأستاذ رحمه الله مولانا السيد محمد أحمد أبو رنات، مولانا السيد محمد إبراهيم النور، مولانا السيد مجذوب على حسيب، مولانا السيد إبراهيم المفتى على ما أذكر، والأستاذ أحمد متولي العتباني. ظل المحجوب يعمل في القضاء حتى العام 46-900 متنقلا فيه ما بين شندي وعبر والأبيض، لكنه في النهاية اضطر إلى التخلي عنه لما كان فيه من تعارض بين واجبه المهني وضميره الوطني، فاتجه للعمل بالمحاماة التي تسمح له بالعمل في السياسة أكثر من مهنة القضاء. كان يسبح في السياسة، لا يعني هو قاضي كان سياسي، واضطر من نفسه يعني اضطر أن يستغين من القضاء لما وصل درجة من العمل السياسي في متوخرين وفي مدني وفي كسلة. حكاية يعني مرهقة جدا للشخص، لأنه عمله في الخدمة المدنية وفي القضاء بتحديد يحتم عليه الحيدة السياسية. استقال من أجل السياسة يعني. عند التحاق المحجوب بالقضاء بوصفه قاضيا مدنيا في العام 38-900 تم تكوين اللجنة الستينية الأولى لمؤتمر الخريجين في فبراير 38-900، والتي تم انتخابها من جلسات المؤتمر، وجمعت في تكوينها عددا من قادة الأحزاب والهيئات العلمية والتعليمية والشخصيات الوطنية، وكان المحجوب من بين أعضائها، وكذلك أعيد انتخابه في اللجنة الستينية للدورة الثالثة في يناير للعام 40-900، كذلك وأعيد انتخابه مرة أخرى في الدورة الرابعة. ويذكر المحجوب في كتابه الديمقراطية في الميزان قائلاً: وبعد مرور 4 سنوات على تأسيس مؤتمر الخريجين، عينت قاضي محكمة مركزية في شندي في المقاطعة الشمالية، وكأحد الأعضاء الذين نظموا المؤتمر شعرت بأن من واجب الدعوة إلى زيادة أعضائه في المقاطعة الشمالية، ولكن هذا النشاط السياسي اصطدم في رأي حاكم المقاطعة بعمل القضائي، فأخبر السكرتير القضائي أننا لا نستطيع العمل معا في مقاطعة واحدة. دعاني سير توماس كريد السكرتير القضائي إلى الخرطوم، فأخبرته أنني دعوت فعلا إلى عضوية المؤتمر، وإذا كان ذلك يعتبر اشتراكا في السياسة العملية ويتضارب مع منصبي كقاضي استقلت فورا. لكن توماس رفض قبول استقالتي ونقلني إلى مقاطعة كسلا. في سنة 48 كان في ندوة سياسية في مدني، فطلبوا مني يقوم يخطب في الندوة، فما كان ممنوع أي قاضي من القضاة يخطب في ندوة سياسية، فقام خطب والصباح مش قدم استقالته وجا الخرطوم فتح مكتب المحاماة، فواصل المسيرة بتاعته السياسية. قصة استقالة المحجوب التي رفضها توماس كريد تدل على يقظة ضمير المحجوب وحرصه على مهنيته ووطنيته، كما فيها إشارة إلى أن المحجوب من المؤسسين لمؤتمر الخريجين ومن الداعين له في المدن التي عمل بها. وكان مؤتمر الخريجين
الذي نشأ في عام 1938 قمة ذلك البحث الجديد. لقد كان مؤتمر الخريجين أول منبر سياسي انتظر فيه المثقفون السودانيون، وما لبث أن تحول المؤتمر إلى تنظيم سياسي يعمل سافرا ضد الاستعمار بالرغم من القيود التي كانت تجعل العمل السياسي محظورا. انتهت العزلة التي كان يفرضها الاستعمار على هذه البلاد، فقد هبت على العالم رياح الحرية، واجتاحت هذه الرياح فيما اجتاحت السودان، واخذت الاصوات المطالبة بحق تغيير المصير ترتفع وترتفع وتعلو، الى ان اضحت الحركة التي فجرها المؤتمر في عام 1938 حركة شعبية عامة، وتمثلت مطالب هذه الحركة في المذكرة التي رفعها المؤتمر الى حكومة السودان في عام 1942 مطالبا بإعلان حق السودانيين في تقرير المصير وبقيام مجلس تمثيلي يعبر عن مشيئة الشعب. ومرت الحركة الوطنية تنتظم العمال والطلبة والمزارعين، وهدفها حرية هذه البلاد وأهلها. تعتبر الحقبة الممتدة من 27900 إلى 37900 كانت من أهم فترات حياته، إذ تبلورت فيها شخصيته الأدبية والفكرية، وتحددت فيها معالم آرائه السياسية. وشهدت هذه الفترة كتاباته الثرة في شتى ضروب الأدب والاجتماع والجمال والسياسة، حيث كون مع زملائه في كلية غردون جمعية الهاشماب الأدبية. برز أستاذ محمد أحمد المحجوب لعله منذ أواخر أيامه في كلية غردون كشاعر وكاتب ومفكر، وكان من الذين أسسوا مدرسة الفجر. كان يكتب بشكل مستمر في مجلة الفجر، والمجالس الأدبية في ذلك الوقت والمنتديات الأدبية كانت في أبروف وفي الهاشماب وفي مدني، فهو أيضا من مؤسس مدرسة الهاشماب، ورفاقه أيضا من الناس الذين اطلعوا بدور مهم في التثقيف والتنوير. بدأ الكتابة في حضارة السودان عام 27900 وتوالى هذا في مجلة النهضة عام 31900، ثم صارت كتاباته أكثر نضوجاً وتنوعاً في مجلة الفجر من عام 32 إلى عام 37900. والنظرة العجلة لهذه المقالات توضح أن جلها كان يحتقب الأدب وعلم الجمال والاجتماع فالسياسة. وفيما بعد جمع أبرز مقالاته في كتب عديدة، أهمها موت دنيا، والذي ألفه مع ابن خاله دكتور عبد الحليم محمد. وطبعا خاله محمد دربهم هم سوا، دكتور عبد الحليم محمد وأبوي. بعدين كان عنده مكتبة كبيرة اللي هي مكتبة الهاشماب، كانت هي تحت محمد عبد الحليم مساعد بيقروا فيها هو وخالي حليم وبعض الندوة أهل الهاشماب وبعض الأصدقاء من نادي الخريجين، عرفات، عثمان هاشم، يوسف التيني، كلهم كانوا طبعا بيقروا هناك ناس نادي الخريجين، فكانت مكتبة كبيرة جدا ساعدتهم كثير. ولعل أقدم أثر على شاعرية المحجوب ما صدر في أحد أعداد مجلة أبولو المصرية التي صدرت في العام 33900 والمحفوظة بمكتبة إحدى الجامعات الغربية، وهي قصيدة قصة الحب. وكان عمر شاعرنا حينها 23 عاماً أو نحو ذلك، مما يشهد له بالنبوغ المبكر في قرض الشعر. باعث الشعر والصبابة مالية، تبعث الوجد في النفوس لتبقى، وتغالي إذا رجاك حبيب أنت راض بما تراه وراض، قد هداه الجمال حسا وروحا. وهو أيضا ناقد من رواد حركة التجديد في النقد الأدبي
وفي الشعر، وهو أيضا كاتب مقالة، وله أيضا في الثقافة العامة كتاب الحركة الفكرية في السودان إلى أين يجب أن تتجه. اختار المحجوب الحركة الاستقلالية، وبعد استقالته من القضاء عام 46/900 أصبح الأمين العام للجبهة الاستقلالية التي نشأت فور إعلان بروتوكول صدق بافن في أكتوبر عام 46/900 من أجل إنهاء الحكم الثنائي وقيام الحكومة السودانية التي تتصرف بمحض إرادتها في سيادة السودان. ثم هو في لندن كون رابطة عصبة الشعوب الملونة في الفترة من عام 46/47/900 مع كوامي نكروما وجومو كينياتا ولفيف من الملونين من جنوب إفريقيا وجزر الهند الغربية والتي كانت تنادي بالتحرر من هيمنة الاستعمار. تلك فترة كانت ثرية جدا في تاريخ الدول الأفريقية، لأنه عدد من أبنائها درسوا في الجامعات الخارجية وتخرجوا، وبعد الفترة العالمية الأولى وبعد المبادئ بتاعت ويلسون صار التطلع إلى الاستقلال وتقرير المصير والحرية يعني شعارا متاحا. ثم بعد الحرب العالمية الثانية وشاركت هذه الشعوب كلها في الحرب طبعا، لأن كلها كانت إما مستعمرة أو تحت الوصاية البريطانية، بدأ التطلع للاستقلال وللنهضة الوطنية ولبناء دول مستقلة، اتخذ شتى الأشكال وتكونت في ذلك الوقت عديد من الجمعيات، وكل هؤلاء الزعماء في ذلك الوقت إذا أخذت ساحل غانا أو أخذت سيكوتوري أو أخذت جومو كينياتا ظهر في ذلك تلك الفترة عدد كبير من الزعماء مادين بالحرية والاستقلال وقاوموا بشتى أنواع المقاومة، منهم من سجن ومنهم من سجن ومنهم من نفي ومنهم من فوجي، وبالقطر كانت هنالك على الأقل إن لم تكن صلات تنظيمية كانت هنالك صلات فكرية وتعاطف مع هذه الحركات. ترشح المحجوب في انتخابات عام 53/900 وأصبح زعيماً للمعارضة في أول دورة لمجلس النواب، وحتى ذلك الوقت لم ينضم المحجوب لأي حزب من الأحزاب السياسية، حيث قال في مذكراته: انتخبت كمرشح مستقل عن دائرة الخريجين، لم أنضم حتى ذلك الحين إلى أي حزب سياسي، فقد شعرت بأن أي انقسام في صفوف المفكرين خلال الصراع في سبيل التحرر القومي يؤذي القضية العامة كثيرا، ولذلك قررت ألا أنضم إلى أي حزب أو جماعة. التحقهم في حزب الأمة بعد ما خلاص قربوا للاستقلال، هم التحقوا بحزب الأمة وجزء التحق بالوطن الاتحاد الديمقراطي، أصلا كان عندهم حزب المستغلين ده كان في السودان، واللي هو ما نشأ وما مشي لقدام لأنه ما كبير، كانوا هم أقل في حزب المستقلين، فكان في حزب الأمة أو حزب الوطن الاتحاد الديمقراطي. الاتحاد الديمقراطي طبعا ناس أسهري وناس السيد محمد عثمان عمر غني، فجزء التحق بحزب الأمة وجزء مشى مع الاتحاد الديمقراطي. لكن مؤخرا انضم المحجوب لحزب الأمة عام 56/900 حيث ذكر في مذكراته قائلا: وقد انضممت إلى حزب الأمة خلال مهرجان سياسي في كانون الأول شهر ديسمبر 56/900، وسببه الرئيسي هو أنني كنت قد تعاونت مع الحزب عندما كنت أمينا للجبهة الاستقلالية، وكان حزب الأمة آنذاك الوحيد الذي تتوافق سياسته
مع قناعتي السياسية. في مستهل العام 56-900 بزغ فجر الاستقلال، وأثمرت جهود العمل السياسي التي قادها المحجوب ورفاقه، وخرج المستعمر. ووسط هذا الجو المفعم بالمشاعر الوطنية الخالصة، كان المحجوب والأزهري يرفعان علم السودان المستقل. وفي أول حكومة بعد الاستقلال أصبح المحجوب وزيراً للخارجية، قاد وفد السودان للأمم المتحدة، رشح نفسه لرئاسة الأمم المتحدة منافساً لشارل مالك، وهو دبلوماسي لبناني الجنسية، لكنه لم يوفق في ذلك لأسباب النظرة الاستعلائية للدول الكبرى لإنسان قارة إفريقيا. كان هنالك اعتراف بدور محجوب على أنه من الزعماء العرب المرموقين، تجلى هذا في دفاعه عن القضية العربية في الجمعية في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن بعد الاعتداء الثلاثي على مصر سنة 56، ثم ترشحه لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة منافسا لشارل مالك، فصار شخصية معروفة ومرموقة. بعد ما اليهود ضرب عبد الناصر ومشى دافع عن مصر في الأمم المتحدة، وبعدين ياهو قاموا رشحوا للأمم المتحدة. في ذاك الوقت ممكن كانوا يخلوا طبعا أفريقي يكون رئيس الأمم المتحدة. لا، الدول الكبرى لها مواقف لا تتغير ولا تتبدل فيما يتعلق بالمناصب الدولية الكبرى، أنهم يعتقدون أنهم هم الممولون لهذه المؤسسات، وهم الذين يملكون القوة والجبروت، وما كان يمكن أن يسمح بأن يفوز شخص مثل السيد محمد أحمد محجوب الذي كان قاسيا وعنيفا في نقده للسياسات الإنجليزية والأمريكية في المنطقة. كانوا يعتبرونه راديكال، يعني يساري، مش يساري بمعنى اشتراكي أو معنى شيوعي أو كذا، لكن يعني بمعنى أنه عنده تفكير مستقل يعني. بعد أن أسقطت حكومة 17 من نوفمبر بقيادة عبود حكومة الأحزاب، وقف المحجوب في صف المعارضة واعتقل ونفي إلى جوبا. لكن لم يدم حكم عبود طويلا، واشتعلت ثورة أكتوبر لتعيد زخم الحياة السياسية مرة أخرى. بعد إجراء الانتخابات في عهد الديمقراطية الثانية، عاد المحجوب وزيرا للخارجية، ثم أصبح رئيسا للوزراء، تؤهله لذلك قدراته العقلية والخطابية، غير أن المنافسة الحزبية بينه والصادق المهدي أبعدته عن رئاسة الوزراء. الصادق المهدي طبعا هو كان دايما رئيس وزراء، عمل انشقاق في حزب الأمة سنة 66، ودخل جزء من أعضاء البرلمان ضمّون إليه طبعا، فقام نزل حكومة أبوي وفاز الصادق المهدي. الصادق المهدي لما فاز قام أبوي حناه، فقامت الجمعية قالت له تهنيه وهو نزل حكومتك. قال لهم لأنه كطفل صغير يفشفح بدميته يوم شرائها، ولن تدم له طويلا أكثر من 9 أشهر. لم تعمر الديمقراطية الثانية كثيرا لتقضي عليها ثورة مايو في 69-900، وعندها أكره المحجوب على الإقامة الجبرية في بيته ثم المنفى إلى بريطانيا. لأنه لما حصل انقلاب نميري هو اعتقلوه اعتقال منزلي، خلوه في البيت ضابط و30 عسكري، يعني فرقة قعدوا معه لحد سنة شهر 11، أول آخر 10
طبعا كان الدخول بالإذن والطلوع بالإذن. فلما شهر 11 قاموا قولوا جابوا له إذن، قالوا أنت ترجع تمشي لندن، لأنه كان عنده أوراق تحت العلاج إنه عنده جاته ستروك مفروض يعاود تاني. فقام رجع لندن للعلاج، وبعدين ما قرر ما يرجع هنا، قعد قبل يعني كان اختياره هو كون إنه يقعد في لندن، ما كان مجبر عليه. ففي الفترة دي قام عمل الكتاب بتاع ديموكراسي أون ترايل. كان المحجوب أول من أدار دفة العمل الدبلوماسي في السودان بحنكة كبيرة، فعمله في وزارة الخارجية لفترتين مكنته من تحقيق إنجازات عديدة، أبرزها مخاطبته للجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر نيابة عن الدول العربية، وكذلك بعد النكسة عام 67-900 ألف. وهو عمل ربما عمل قفزة، أول من عمل قفزة ليست في الظلام. أغلب الناس يقول قفزة في الظلام، لم تكن في الظلام، كانت في رابعة النهار أو في ليلة جميلة القمر هادئة النسيم، وأتت بأشياء كثيرة طيبة لازلنا نحن في وطننا نستفيد منها في علاقات الخارجية كوزير الخارجية الرسمية، وفي علاقاته كرئيس وزراء، وفي يعني إثارته وإقامته لمؤتمر القمة. 7 أيام ما نام. إنجازاته الأخرى التي تذكر دوماً مؤتمر القمة العربية الشهير بقمة اللاءات الثلاثة الذي عقد في الخرطوم سنة 67-900 ألف. إن شاء الله أن يتم الهجوم الإسرائيلي سنة 67 ويكون محمد أحمد معجوب رئيسا لوزراء السودان. كان صديقا للملك فيصل رحمه الله، أيضا كان صديقا لعبد الناصر، واستنزف الكثير من المال والأرواح العربية في حرب لا طائل منها في اليمن، ولعل هذا مما مكن الإسرائيليين من هزيمة العرب في تلك المعارك. وكان السودان الدولة المضيفة بذلك المؤتمر، وكان لمحجوب يعني القدحة المعلة في تسوية الأمر في ذلك بين الملك فيصل رحمه الله وبين الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله. عوامل كثيرة اللي ساعدت في هذا. أولا كان السودان معروف في البلاد العربية بالحياد، لا يتهم بأنه، وكان هذا الأمر يحرص عليه السياسيون السودانيون. وقد تمخضت القمة عن اجتماع للمصالحة بين الملك الراحل فيصل بن سعود والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اللذين كانا في حالة خصام بسبب حرب اليمن. أما إذا عدنا للمؤتمر، فدور الأكبر هو مصالحة المرحومين جمال عبد الناصر والملك فيصل، وكانت يعني إذاعة صوت العرب كانت تمحو صورة المرحوم الملك فيصل، وكان رجلا عظيما كما شهدنا وكما قرأنا وسمعنا، ولكن كان خصوم ما تعرف تصفها بذات درجة بين نقول النظام المصري والنظام السعودي، متمثل في الشخصين الكبيرين ومحمد سعيد في صوت العرب. يعني أنا أذكر استقبال، لولا أنه محجوب اقترح أنه
الملك فيصل عبد الناصر جاء الأول وصل مؤتمر الخرطوم هنا قبل الملك فيصل. كان أغلب الناس، أنا ما بحب التعميم كثيرا يعني، لكن الإحساس العام أنه الناس اصطفوا من المطار إلى القصر، فوصلت طائرة المرحوم عبد الناصر أولا. اخترع على المرحوم إسماعيل الأسري أنه يعني ما يطلعوا ما يمشي عبد الناصر، ربما هذه الحشود ما تستمر، لأنه اتخلق الصورة في السودان وفي غير السودان وفي اليمن الأطراف البعيدة حتى يعني من مصر، خلق تيار قوي جدا مضاد إذا صح للمملكة العربية السعودية أو الملك فيصل. فهو قال يعني اقترح أنه ننتظر يصل الملك فيصل عشان نخرج مع بعض، وفي ذهنه طبعا مصالحة أكبر هنا وخاصة بين الملك ورئيس مصر. فكانت دي لفتة بارزة جدا وتفكير عميق جدا لبداية المصالحة من الاستقبال. يعني أفتكر كان بدأ جزء من المصالحة دي بداها عبود، وكان مفروض يلتقوا في بورت سودان، حصل الانقلاب عبود وجات الفترة بتاعت أبوي، فالصلح تم بين أبوي وعبد الناصر وفيصل في القاهرة في القمة العربية أو القمة العربية، فقام عملوا الصلح هنا في الخرطوم. حتى الاجتماعات عملوها في البيت برا في الجنينة تحت هي ما جنينة مصطبة، وكان فيها شجرة منقلية جوا. ومن أهم الأحداث البارزة التي صاحبت المؤتمر لقاء الإخوة الذي تمثل في ذلك الاجتماع الموفق الذي عقد في منزل السيد محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء بين جلالة الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة لتسوية قضية اليمن. وقد التقى الزعيمان الكبيران في الخرطوم وذابت على الفور جميع العقبات التي كانت تقف أمام نجاح المؤتمر العربي. وعقب الاجتماع عقد السيد محمد أحمد محجوب مؤتمرا صحفيا أعلن فيه نصوص الاتفاق الذي اشتمل على تشكيل لجنة ثلاثية من العراق والمغرب والسودان لتنفيذ الاتفاق وبذل الجهود لحث شعب اليمن للتآلف وتحقيق الاستقرار اللازم لتثبيت حق اليمن في الحرية والاستقلال. كان للرصيد الأدبي والسياسي للمحجوب بجانب إجادته للغتين العربية والإنجليزية بطلاقة وفصاحة أن مكنته من إثراء خطاباته، حيث وصف بأنه يرتجل الكلام الجميل المنسق في نبرات موسيقية فيسحر ويخلب. كان إذا محجوب في المجلس فكل الأعين كانت تتجه إليه وإلى تعليقاته، له تبادل يمكن بعض الطرائف وبعض أبيات الشعر بينه وبين أصدقائه المقربين، وكان الناس يستمعون إلى حديثه في البرلمان بشغف شديد. كان هو خطيب مفوه، كان الأستاذ مبارك زروق رحمه الله والأستاذ حسين الشريف الهندي، يعني كان بعض الشباب يكاد يحفظ ما يعني يرد على ألسنتهم في البرلمان وفي المجالس. سيداتي سادتي، نحن منذ يومين نحتفل بالذكرى العاشرة لاستقلال السودان ونتحدث عن ذكرياتنا المرير منها والحلم، نتحدث عن المعارك التي خضناها وعن الجراح التي أصابتنا والتي نتلمسها من وقت لآخر لنذكر حومة الكفاح في سبيل هذا الوطن، ونتحدث عما حققنا في العشر سنوات. وفي هذه الذكرى العاشرة وقد تحدثت أمس من المذياع عن ماذا حققنا بعد الاستقلال، وقلت ينبغي
ألا نغتر بذلك، فإنه وإن كان كثيرا إلا أن هنالك أمامنا ربوات وقمم ينبغي أن نصعد إليها، وينبغي أن نعلم جيدا أننا في كل يوم تتجدد نصرنا العليا في سبيل هذه البلاد، وكلما ارتقينا إلى ربوة أو قمة كانت أمامنا ربوات وقمم ينبغي أن نصعد إليها. ولكن ذلك لا يأتي بالحديث ولا الأحلام، يتطلب جهود شعب بأكمله، يتطلب منا في المكان الأول أن نجمع الصف الوطني حتى نسير قدما كما سرنا في معركة التحرير والاستقلال، لأن الذين يعملون في سبيل الأوطان لا ينتظرون الجزاء، بل هم خدام أمتهم والعاملون لخير شعبهم. وفقنا الله جميعا لخير هذه البلاد. علاقات الأستاذ محلوب وثيقة بالناس عموما، يعني كنا في المكتب بعد الساعة 8 مساء يكاد أن يكون المكتب صالون مفتوح، يأتي إليه السياسيون من شتى الأحزاب والأدباء والمفكرين والصحفيين، كذلك كانت داره، قل أن يتناول طعام غدائه منفردا يعني، وكانوا يعجبون بفصاحته وبلاغته وطرحه للقضايا. فلما أصيب بوعكة حقيقة افتقدوا الشعب السوداني وانزعجوا، فلما عاد كان استقباله استقبال نادر، وتبار شعراء في الاحتفاء بعودته. استقبلت البلاد حكومة وشعبا أبناء السودان البار السيد محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء ووزير الدفاع استقبالا حماسيا رائعا لدى وصوله إلى مطار الخرطوم الدولي بعد غيبة طويلة قضاها سيادته للعلاج بعيدا عن أرض الوطن. وقد توجهت جماهير المواطنين والمواطنات إلى مطار الخرطوم في حشود كبيرة ملأت أرجاء المكان، واصطفت جموعهم على طول الطريق لتحية الزعيم الكبير والترحيب بمقدمه. مكتب المحاماة ملتقى أدباء، فأنت لا تستطيع أن تفرق. هذا اتجاه نادر جدا عالميا وإقليميا ومحليا، يعني لو نظرنا إلى أفريقيا مثلا أو إلى مصر التي سبقتنا قطعا إلى الثقافة وعندها مواعين ثقافة أكثر، يعني ما أنا لا أعرف، يعني قدر ما قرأت في ذلك أو سمعت ما أعرف شخصية تشبه محجوب، بدرجة أنه يعني دكتور تحسين عرفوا به محجوب أو عرفوا محجوب به. تحسين مشهور في العالم العربي طبعا والثقافة العالمية حتى، فرد الأول قال لعن الله السياسة وقد أخذت منا أديبا كبيرا، ده اعتراف كبير لمحجوب. كان للصيت والشهرة اللذين وجدهما في دروب السياسة غيبا محمد أحمد المحجوب الأديب البارع عن أذهان الكثيرين، لكن لأن الأدب باق على مر الأجيال والدهور فقد أنصف التاريخ المحجوب الأديب. محجوب ألف غير الشعر، وقدم له أحد ديوانين من الشعر، واحد قدم له الأديب اللبناني الكبير صلاح الأسير اللي هو كان قصة قلب، بقى قلب وتجارب في حياة محجوب سماه، أضاف له شعر وسماه قلب وتجارب. ثم ألف من زمان من قبل هذا كتاب على المجتمع السوداني، المجتمع السوداني إلى أين، ألف الحكم المحلي. وإذا نظرنا إليه في الشعر نجده أولا قد عالج الشعر على طريقة القصيدة العبودية، وعالج الشعر أيضا على قصيدة التفعيلة، وربما كان من أوائل الذين نظموا قصيدة التفعيلة.
وإذا كان بعض النقاد يعتقدون أن نازك الملائكة هي رائدة شعر التفعيلة، وبعضهم يذهب إلى أن السياب هو رائد شعر التفعيلة، وبعضهم يذهب إلى أن محمود حسن إسماعيل هو رائد شعر التفعيلة، نجد أن محمد أحمد محجوب قد سبق هؤلاء جميعا، حيث نظم قصيدة آدم الصغير في الثلاثينات، ثم نظم بعد ذلك قصيدة اللصوص. وبقيت أشعاره التي جمعها في ديوانين، مسبحتي ودني، وقبله قصة قلب الذي أصبح تجارب قلب، شاهداً على مكانة شاعر يعد من رواد الشعر السوداني المعاصرين ومن المجددين فيه. وتعد قصيدته الفردوس المفقود التي كتبها بعد زيارته لإسبانيا، فرأى ملكاً ضاع بعد حكم إسلامي دام 800 عام، من أعظم وأبلغ ما خطه يرعه. نزلت شطك بعد البين والهانا، فذقت فيك من التبريح ألوانا، وسرت فيك غريبا ظل سامره دارا وشوقا وأحبابا وإخوانا، فلا اللسان لسان العرب نعرفه، ولا الزمان كما كنا وما كانا، ولا الخمائل تشجينا بلابله، ولا النسيم سقاه الطل يلقانا، ولا المساجد يسعى في مآذنها مع العشيات صوت الله ريانا. كم فارس فيك أوفى المجد شرعته، وأورد الخيل وجدانا وشطآنا، وشاد للعرب أمجادا مؤثلة دانت لسطوته الدنيا وما دانا. محمد أحمد محجوب في شعره نجد أنه عنده قصائد تكاد تذكرك الدباجة العربية الأصيلة، من حيث بساطة الأوزان والقوافي، جزالة الألفاظ، فصاعة الألفاظ، جزالة العبارة وما إلى ذلك. بل أحيانا يعني تتذكر المتنبي أو أبي تمام أو شوقي من العصر الحديث. على سبيل المثال قصيدته التي يرثي فيها السيد عبد الرحمن المهدي، العيد وافى فأين البشر والطرب، والناس تسأل أين الصارم الذرب، الواهب المال لا من يكدره، والصادق الوعد لا مين ولا كذب، بكى المصلى جبين الأنبياء به، وفارق المنبر الصناجة الأرب، وقالت الناس ذلكم بعد فرقته، ففاته منه يوم النازلات أبوه. الثلاثاء 22 من يونيو عام 76-900 رحل بدر المحجوب، ورحلت معه أطياف من الرؤى وأحداث من التاريخ التي طالما حلقت تظلل جوانب حياته. هو كان لما يعاين كده يقول لك الحاجة فبتحصل، مش لأنه هو هم لأنهم كانوا طبعا بيعرفوا أفكار الناس هي شنو. فمحجوب في هذا النسق أصلا، عليه أنا أؤكد تماما أنه كان رجل متبسط بدرجة كبيرة جدا مع الناس، هاشم باشا، يعني فعلا كأنك أنك تعطيه الذي أنت سائله من السرور مع الضيوف في الأحزاب الأخرى جميعا بغير استثناء. حالاته الخاصة في بيته كانت السياسة، في حياته اليومية في البيت تجد جميعا الشيخ محمد أحمد المرضي، كلهم مرحومين أيضا بإذن الله، محمد أحمد المرضي الاتحاد الديمقراطي، تجد مرغني حمزة حزب الأشقاء، تجد يحيى الفضلي حزب الأشقاء، تجد عبد الخالق محجوب الحزب الشيوعي السوداني، تجد مولانا صادق عبد الله عبد الماجد الأخوان المسلمون في ذلك الوقت. ما في حزب بكون فيه ممثل فيه غالبا، نقدر نقول يوميا في أيام السياسة إلى سنة عام 69، هذا الصالون السياسي كان موجود متصل من البرلمان إلى منزل محجوب.
ثم كان رجلا متعففا لذيها شجاعا يصدع بالحق مقنعا إذا طرح قضية من القضايا. ولعلي أشرت لهذا في إحدى قصائدي في رسائي، حيث أقول ذكرتك في أم المحافل بالغا، كما يتسامى الكوكب المتألق تجادل أرباب السياسة والنهى، فيبهت لماح ويصمت مصعق. وما كنت صوت القطر، بل كنت صوت عالم جديد بأرحام الدنا يتخلق. لم يكن فعلا صوت السودان فحسب، لكنه في تلك الفترة كان هنالك تطلع لدى كل دول العالم الثالث، لأن تجد لها مكانا تحت الشمس، تحترم ثقافاتها، تحترم حرياتها. فالحقيقة كان هو يعبر عن فترة في تاريخ العمل السياسي الإقليمي والدولي، وكان خير معبر عنه. وأصدق من رسم صورة الحياة هذه حينما جاء صديقه الصحفي محمد الخليفة طه الريفي ليعوده، فوجده نائما وترك له رسالة ذيلها بأشعار قال فيها: حتى وإن حكم القضاء ولم تعد، من أصدر الأمر الكريم ومنها لن يبلغوا شأوا بلغت وما لهم حكم على سحر البلاغة والنهى. فكم انقضت دول وولى حاكم، ومثال ما أوتيت باق ما انتهى.